مرحبا، أنا اسمي راشيل، عمري 15 سنة من لبنان. أنا بدي أخبركم عن الوضع ببلدي. بلشت القصة من 4 سنين. البلد فلس، البنكات سكرت، الناس خسرت مصرياتها. تعبوا معنا. مئات الآلاف من الناس نزلت على الطرقات تتظاهر ضد الحكومة. شعلوا الدواليب، سكروا الطرقات، اصطدموا بالبوليس. شفنا كثير من العنف والاعتقالات بهالفترة. كانت فترة كثير بتخوف. بس مش كل شي كان عاطل، في شي كتير منيح صار. بعد 40 سنة صار في مي عنا بالضيعة. هيدي ضيعتي، دار الغزال، فيها 2300 شخص. ضيعتي هي ضيعة صغيرة، بس الناس فيها بتحب بعضها، بتحتفل مع بعضها بأوقات السعادة. أنا اليوم هون تأشرح لكم عن المي اللي بتوصلنا على الضيعة. أول شيء هيدا الخزان هو جزء من مشروعنا. الخزان بساعة 800,000 لتر مي، وهو بنيناه هون بأعلى منطقة بالضيعة. بتتخزن فيه المي، بترجع بتنزل على الضيعة بالجرافتي. بسبب انقطاع الكهرباء بلبنان كان جزءنا الثاني أنه نعمل طاقة شمسية، وهي بتساعدنا نولد كهرباء لترمبة البير لتضخ مي على الخزان. شايفين كل هالبساتين المليانة شجر؟ من 5 سنين ما كان في شي من هاو، كانت الأرض فاضية. وهذا صار شي كتير مهم بحياتنا، لأنه مش بس المي أمنتلنا فواكه ببيتنا وأكل، بل زيادة أمنتلنا مدخول، وخاصة بهالوضع الاقتصادي الصعب اللي عم بمر فيه لبنان. نحنا بهالجنينة عنا كتير خضرة، منن بندورة، خيار، ذرة، فليفلة، كوسة. أنا كتير بحب جنينتي، وممنونة إنه هلا عم أقدر أسقيها وخلي هالزريعات تكبر أكتر.